يصححني في ذلك صديقي زميلي العزيز الناقد الرياضي الكبير أحمد درويش. زكى أبو حميد ألف مبروك يا أستاذ يوسف، يا وش الساعة، أهو أنت حضرتك. إزيك؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله، كله مبروك تمام؟ ليك ومبروك للشعب المصري. اه والله تمام يا أستاذ يوسف، الحمد لله. حاجة تفرح. أستاذ إيه يا أحمد؟ إحنا زملاء وأصدقاء وإخوات يعني. بص بقى، إيه طبعا، مقالات محفوظة يا طبعا. حبيبي العفو العفو. خليني بقى عايز أسألك هنا بقى بعين الناقد. إحنا أغلب في ناس كتير، مش هقول لك أغلب، كنا منوهين بعين الناقد. اي ما هو كل مره بعين النقد برضه، احنا كل مره نلاقي انه الناس الجماهير بتبقى شاكه. فناس كتير كانت تقعد تقول ايه، ماتش مصر والمغرب ده ربنا يستر، ده مش هيعدي. ليه الناس تشوف انه ما كانش هيعدي؟ وانت في رايك احنا ازاي قدرنا نحقق نتيجه حلوه مشرفه؟ ومحتاج منك برضه بالمناسبه تعليق على ابو جبل والكوره اللي صدها دي. طيب، من كام يوم كنا مع بعض عقب نتيجة مباراة كوت ديفوار، صح، وقلت لك إن شاء الله هنعدي المغرب وهنصعد. ده بيبقى يعني نتيجة إيه بقى؟ نتيجة إن أنت قريب من المشهد وعندك اتصالات باللعيبة والجهاز، وشايف قد إيه في روح، وشايف قد إيه في إصرار، وشايف قد إيه في عزيمة على إن هم اللعيبة يردوا إساءات مغرضه من بعض الاشخاص مش مقدرين المسؤوليه الوقت ده. فالعيله عندها اسر وعندها ضيوف، وكمان هي رغم كل ده مقدره قيمه منتخب مصر كويس على السوشي، وعارفه ازاي منتخب مصر بيسعد المصريين، وعارفه ازاي الكوره المصريين بيعشقوا الكوره، وبالتالي في عزيمه، في اصرار، في تحدي. فلا، منتخب مصر كان بيوصل رساله كويس قوي، كان بيقول للناس انا موجود، وشخصيه منتخب مصر، شخصيه منتخب مصر اللي الناس شككت فيه في وقت ما ينفعش حد يشكك فيه، اسم كبير، كيروش اسم كبير جدا جدا في عالم التدريب. ما كانش ينفع في التوقيت ده نتكلم في تفاصيل عقده وازاي هنمشيه بعد البطوله او مع اول الم، مع اول خساره من نيجيريا. وبالتالي الراجل بانت بصماته. انا حضرتك الماتش فات قلت لك ايه؟ قلت لك تقدر تسمي مباراه مصر وكوت ديفوار هي شهاده ميلاد كيروش حقيقيه مع مصر، مع الاعلام ومع الجماهير. ايوه حصل. انا بقول لك خلاص، هو فتح الصفحه وبيفكر التاريخ. منتخب مصر ان شاء الله، ان شاء الله الاداء ده. انا هقول لك حاجه يا استاذ يوسف، بعين الناقد وبعين الكره وبعين اي حاجه. ايوه، انت ليه الماتش النهارده الخمسه اللي ورا الجون بالاربعه اللي قدامه مش هم اللي بدوا اول مباراه بالكرة؟ يعني اكرم توفيق اصابه، احمد حجازي مش موجود، ايمن اشرف خرج، محمود حمدي يونسي مش موجود، محمد الشناوي ثم ابو جبل مش موجودين. يعني انت بتلعب بالجول الثالث والمدافعين اللي هم مش اساسيين اصلا. ايوه، وعمر كمان عبد الواحد ما كانش بادئ بطولك اساسي، كان اكرم توفيق. ايوه، فبالتالي شفت بقى انت دلوقتي عندك ايه؟ بيبقى عندك اي بي سي دي، يعني خيار اول، خيار ثاني، خيار ثالث المدرب. شفت فوارق؟ شفت فوارق في الملعب؟ ما حسيتش بفوارق، ما حسيتش بفراغات، ما حسيتش ان المستوى نزل. انا شايف كله زي الفل. صح كده؟ شفت محاربين بيقاتلوا، شفت منتخب مصر من زمان كان عندنا ازمه يا استاذ يوسف مع فرق شمال افريقيا، خصوصا لو تاخرنا لهدف. ما كناش بنعرف نرجع، ولو رجعنا كنا بنتعبأ على اقصى تقدير. انت رجعت بعد شوط كسبان 2-1 ومضيع جولين. يعني مضيع جولين. وبالتالي شخصيه منتخب مصر الحقيقه ظهرت. ليه بقى ده؟ عشان جوه اوضه اللبس في حاجه حلوه. في كابتن فريق اسمه محمد صلاح، خايف على اسم منتخب بلده وخايف على اسمه. صح، محمد صلاح اسمه يخض. اسمه هنا عامل لنا في الكاميرون باور كبير جدا يا استاذ، عامل رعب. هو مع كل الكوره بيلمسها طبعا، ما تتطورش مع كل الكوره بيلمسها محمد صلاح في الكاميرون. الجمهور بيبقى عامل ازاي؟ يعني مثلا النهارده قبل مباراه مصر في جمهور سنغالي موجود مع كل الكوره محمد صلاح. الجمهور الكاميروني، الجمهور السنغالي بيفرح معانا، بيفرح تمنينا لمحمد صلاح. فانت عندك منتخب بروائح جرين، الروائح اللي احنا نفسنا نشمها بقى لنا 12 سنه. صح، اللي هي عندك حق بصراحه، عندك حق بصراحه. طب انا ده بقى يكمل ازاي؟
طب انا كان عندي حاجه كنت بلاحظها، انه اللياقه البدنيه بتاعه الفريق بتاعنا عاليه قوي عن الشهور الماضيه. احنا كنا قبل كده بالبلدي بنيجي في اخر المباراه بنشحر، دلوقتي احنا زي ما بدانا زي ما الحكم بيصفر في الاخر، احنا بنفس اللياقه بنفس الطاقه احنا فل. بص يا زيزو، اول حاجه هو كيروس لما جه ما اعتمدش على الطريقه البلدي ان انا بجيب مدرب عام ومدرب مش، لا هو جاب الناس المتخصصه بتاعته القياسات والاحمال البدنيه عشان يعرف يوزع الاحمال صح. يعرف حتى لما استبعد لعيبه معينه بناء على القياسات والاحمال، احنا هاجمناها في مصر لان هي اسماء ما ينفعش تستبعد، بس المدرب على حق طالما بيحقق نتائج طالما بيكسب هو على حق. الكابتن حسن شحاته في 2006 لما اتحقق نتائجه بيكسب هو على حق، 2008 هو على حق، 2010 لما استبعد مين وضم جده مع هداف البطوله انتقدناه وذبحناه بالسكاكين وقتها، وجده خد هداف البطوله وجاب لنا الكاس، فهو على حق. فالمدير الفني بيختار ادواته. اللياقه البدنيه هقول لك على حاجه قبل المباراه، احنا كنا مرعوبين لان احنا لاعبين اكسترا تايم قدام كوت ديفوار والمغرب مريحها يوم قبل، يعني قبل بيوم، ولعبه ماتش 90 دقيقه مش 120 دقيقه وضربات جزاء، وبالتالي بدنيا المفروض الامور والدفع بصلاح منتخب المغرب. صح، انت شفت ايه؟ شفت حاجه صح في الملعب. ولياقه، شفت لعيبه واقفه على رجليها لحد اخر دقيقه، رغم ان انت كان عندك تغييرات اضطراريه ما كانتش بحسبان. شفت حارس مرمى مصري جدع قوي لاخر لحظه مش عايز يسيب الملعب، بيبكي عشان ما يسيبش الملعب عشان ما يمشيش. هو ده، هي دي بقى الروح الجديده اللي احنا كنا مفتقدينها. مش انا بقول لك في حاجات مفتقدينها من 12 سنه؟ ايوه، بدانا نشمها يا استاذ يوسف. لا، وبعدين لقيت انه في لعب عامل زي اللعب بتاع الفرق الكبيرة في العالم والمنتخبات الكبيرة، تحديدا الاسيست بتاع محمد صلاح لتريزيجيه وبعدين تريزيجيه يسجل، ده بلاي ستيشن بلاي ستيشن. يعني ايه اللعب ده؟ وحشنا، كان وحشنا الجو يا استاذ يوسف، كان وحشنا الجو ده يا استاذ يوسف، كنا افتقدنا الجو ده شوية، بس الحمد لله على سلامة منتخب مصر، الحمد لله على سلامة منتخب مصر، الحمد لله على ألف مليون سلامة. وطول ما الزرعة يا استاذ يوسف احنا هنسقيها بالحب وبالدعم هتطرح. طيب اديني بقى، وطول ما احنا هنهد فيها مش هناخد منها حاجة. لا لا، لازم نقف معاهم. بالمناسبة يعني كسبنا ما كسبناش لا قدر الله في أي ماتش، هو لازم يبقى فيه، لأنه بصراحة بيعملوا اللي عليهم وزيادة. قول لي بقى، بعد ما خلص الماتش الاجواء هناك في الكاميرون عامله ازاي؟ اجواء هستيريه جوه اوضه اللبس، اجواء هستيريه، رقص وغنى وفرحه ما اقولكش. الجماهير المصريه ومؤازره يعني حاجه ما اقولكش. الناس بتنسى كل حاجه. طب يعني واخواتنا الكاميرونيين ناويين على ايه بقى؟ يعني حاسين بايه واحنا هنلعب مع بعض الماتش الجاي؟ شوف يا استاذ يوسف، لو التحكيم والبي سي ار الضغوط المحيطه ما كانتش ضدنا احنا هنكسب، وهدخل معاك مداخله تاني واقول لك فاكر لما قلت كده. ايوه، يعني ايه؟ يعني احنا لحد دلوقتي بفضل الله ما عندناش ولا مره اي عينه ايجابيه. الحمد لله. لو فوجئنا بقى لا قدر الله مثلا، ما هو الورق وراهم والدفاتر تفاكرهم. لو لقينا حكم زي اخونا الحكم بتاع النهارده ده، ما كانش احسن حاجه الحكم ده. طبعا فوجئنا بتحاليل فجاه ظهرت للعيبه مهمه في منتخب مصر، هتلاقي عوامل انت اصلا في غنى عنها في وقت انت عندك كل ماتش بيقع فيه ثلاث اصابات. انت يا عالم الماتش الجاي مين الحارس اللي هيقف؟ هل محمد صبحي الحارس اللي ما كملش 23 سنه اللي كان بيلعب اول مباراه دوليه النهارده؟ ولا محمد ابو جبل هيرجع لك؟ ما انت لسه بكره في اشعه هتحدد بناء عليها اصابه حجازي واصابه اصابه محمد ابو جبل. فلو الظروف المحيطه مشيت زي ما هي، انا اضمن ان منتخب مصر هيكسب، لان منتخب مصر فنيا هيكون بلاعب منتخب
ارض وجمهور واثنين يقعدوا. اوكي. اثنين يقعدوا قدامي بس. انما فريق كاميرون. طيب اذا الامور ماشيه مواتيه وزي الفل و100 فل و14 تتوقع نتيجه كام؟ وقتها؟ اتوقع فوز مصر. بص النتيجه دي تبقى في علم الكيس طبعا. ايوه ما ماشي بس انت راجل محلل. لا انا مصر. تقول لي والله مثلا بناء على كوت ديفوار وبناء على ماتش مصر والمغرب بالطريقه دي نعمل كذا، اصل الكاميرا لما لعبت مع جامبيا حصل كذا، ما هو علم برضه، ما تاخدنيش في دوكا. ما هو المعطيات عشان تتكلم في كده لازم بكره ابقى عارف حجم اصاباتي ايه وفريقي عامل ازاي، وبناء عليه ممكن اقول لك يعني نقاط قوتنا هتبقى ايه ونقاط ضعفنا هيبقى ايه. لان الكاميرون بيجيب الكرات العرضيه ويلعبوا كرات طويله من ورا الظاهرين، فبالتالي يحتاج حارس مرمى طويل شويه زي ابو جبل او الشناوي. ففي عوامل لازم تبقى باينه قدامنا من خلال اشعه لعيبه بكره هتبان. حجازي سيرد باك لا غنى عنه في خط الدفاع وبيجيب ضربات الراس، وبالتالي يبقى انت عندك لسه لازم تبقى عارف الشكل اللي قدامك ايه والادوات اللي في ايدك ايه عشان تقدر تقوم على الماتش. لكن لو منتخبنا في 75% من قوته او مقاومه الاساسي هنقدر نعدي الكاميرون ان شاء الله. نعدي 2-1 برضو ولا 3-2؟ انا طمعان في 1-0 بس مش اكتر. الله، يبقى هتيجي 2-1. انت 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 راجل يعني ايه قدمك حلو زي ما بيتقال، تبقى 2-1 باذن الله. حبيبي يا ابو حميد نورتنا وشرفتنا كمجره العاده. انا بشكرك جدا زميلنا العزيز وصديقي العزيز جدا الناقد الرياضي الكبير والمعروف احمد درويش من الكاميرون.